الصيف وزيادة الوزن. أكيد نحن بفصل الصيف كلياتنا بنشتهي الفواكه الطيبة واللي هي متنوعة، ولكن لازم ننتبه أنه فواكه الصيف غنية جدا بالسكريات وفيها كتير وحدات حرارية، فللأشخاص اللي بيحبوا أنه ينتبهوا على وزنهم لازم ينتبهوا على كمية تناول السكريات من الفواكه. ليه؟ لأنه الفواكه عادة بتتألف من الفركتوز، والكترة الفركتوز من خلال العمليات البيولوجية بيقلب تريغليسرايدز، وهذا الشيء بيؤدي أنه يزيد دهون بالجسم. عشان هيك لازم ننتبه على كمية الفواكه اللي عم نتناولها خلال النهار حسب الوحدات الحرارية اللي كل شخص مسموح أنه يخذها واللي أخصائية التغذية حطتها لكل شخص. من هون فروت اكستشينج اللي هو بعادة 60 ل 70 وحدة حرارية بيساوي 14 حبة كرز، حبتين مشمش متوسط الحجم، سلايس شمام، سلايس بطيخ، ولازم عن جد انه ننتبه لكمية الوحدات الحرارية اللي نتناولها خلال الصيف، لانه كثير بشوف بالعيادة اشخاص بيجوا بيقولوا لي شوبت فلجأت لاني اتناول فواكه باردة، وهذا الشيء ادى انه هن ينصحوا ويزيد وزنهم.